الرجاء الضغط على زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. مرحبا بكم أعزائي المتابعين، نسرد لكم اليوم قصة من الغرائب والرعب. بيت لندن المسكون، حيث اشترى المواطن جورج هندي 55 عاما بيتا من مزاد البنك ولم يكن يعلم أنه دخل أول خطوات الجحيم في هذا البيت المشؤوم. اشترى جورج البيت وكان سعيدا للغاية، لان ثمنه كان رخيصا بالنسبة لموقعه في ضواحي لندن الجميلة، ولكن تعاسة الحظ لاحقته اذ ان البيت حدثت به عدة حوادث غريبة ومخيفة. في بداية لاماري كان يسمع أصوات خطوات والين معذبين بالدور العلوي للبيت، ولكنه كان يقول في نفسه أنها تهيئات ولامير لا يدعو للقلق. تابع حياته بشكل اعتيادي حتى جاء ذلك اليوم وزاره صديقه أريك قسيس الكنيسة، وكان غير مرتاح لزيارته لهذا البيت وإبدى له ارتيابه، وان البيت به نشاطات شيطانية. اعترف جورج لتحذير القسيس له واستمر بالمنزل بشكل اعتيادي، وبدات الاحداث تتزايد، صراخ وعويل ليلا وخطوات اقدام، والوضع اصبح ليطاق يتبع في الجزء الثاني.